الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي تجريبي، احنا النهارده هنجاوب مع بعض الإجابة النموذجية أو الموديل أنسر ليونت 1 تيست. الامتحان اللي احنا امتحناه كان على يونت 1 في الألجبرا. هنشوف النهارده الإجابات بتاعت الأسئلة، وأنا بشرح إجابة كل سؤال هشرح الجزء المتعلق بيه عموما، يعني مش هنقول إجابة السؤال لوحده، لا هنشرح الجزء اللي بيتعلق بيه. كان أول سؤال إحنا كنا واخدينه كان بيقول لي complete the multiplicative inverse of 3 and 2 over 5 is، وكان عاوزنا نجاوب دي. المالتيبليكيتيف انفيرس عايزك تعرف عنه شوية حاجات، أنا هراجع لك على اللي يتعلق بالموضوع عشان بيبقى فيه أشكال مختلفة للأسئلة. أي مالتيبليكيتيف انفيرس قبل ما نقول إجابة السؤال دون، لو عندك A over B يبقى المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعه يبقى B over A، وخد بالك ده بشرط إن لا الـ B دي تكون زيرو ولا الـ B دي تكون زيرو. احنا عارفين من الاول ان ما ينفعش الديمونيتور بتاعنا يبقى زيرو، عشان عارفين ان ديفايدنج باي زيرو مينينجليس، تمام؟ فانا لما هعمل مالتيبليكيتيف انفيرس هيبقى بي اوفر اي. حضرتك بتخلي النوميريتور يبقى ديمونيتور والديمونيتور يبقى نوميريتور. يعني انا لو جاي بقول لك المالتيبليكيتيف انفيرس لل2 تقول لي يبقى 1 اوفر 2. طب ليه 1 اوفر 2؟ علشان ال2 دي معناها 2 اوفر 1، فلما تجيب المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعها يبقى 1 اوفر 2. طب سؤال زي ده، الراجل جاي بيقول لي 3 اند 2 اوفر 5، ما نلاقيش بقى الناس بتروح قايله ايه يا مستر، يبقى 3 اند 5 اوفر 2. غلط طبعا. انما ده حضرتك تقلبه لي فراكشن، 5 تايم 3 15 بلس 2 17، يعني ده كده 17 اوفر 5. انت بقى تجيب المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعه يبقى 5 over 17. كمان حضرتك ما تربطش المالتيبليكيتيف انفيرس بالاديتيف انفيرس. المالتيبليكيتيف انفيرس بتخلي النوميريتور يبقى دينومينيتور والدينومينيتور يبقى نوميريتور من غير ما تغير الساين بتاعه النمبر. لو نيجاتيف المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعه نيجاتيف، لو بوزيتيف المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعه بوزيتيف، تمام؟ لكن الاديتيف انفيرس هو اللي بنغير فيه الساين. كمان الزيرو ملوش مالتيبليكيتيف انفيرس، الزيرو هازنت مالتيبليكيتيف انفيرس. يبقى احنا اجابه السؤال بتاعنا دون هتبقى 17 اوفر 5، تمام كده؟ خد بالك بقى من حاجه، اي نمبر مالتيبلاي المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعه ب1، يعني انت لو عملت 2 طيب اضاف هتبقى ب1، لو عملت 3 اند 2 اوفر 5 اللي هي 17 اوفر 5، لو عملتها مالتيبلاي ال 5 اوفر 17 تبقى برضو الاجابه بتاعتك ب1. يعني انا بقى لو جاي في سؤال وبقول لك هو 3 اوفر 5 تايمز وات ايكوال 1، يبقى انت من غير ما تفكر ومن غير ما تتعب نفسك تبقى عارف انك هتحط هنا المالتيبليكيتيف انفيرس بتاع 3 اوفر 5 اللي هو 5 اوفر 3 بمنتهى السهولة. كده تبقى انت جاوبت على السؤال. كده احنا جاوبنا السؤال ده. كان كويتشن نمبر 2 عندنا في كومبليت، كان الراجل بيقول لي ذا نمبر، وكان كاتب لي اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس 5، وكاتب لي از اراشونال، بيسألني بيقول لي اف اكس نوت ايكوال، وعاوزني اجاوب. قلت لك قبل كده الجزئيه دي الاشكال بالاسئله بتاعتها حاجه من ثلاثه، يا اما اجي اقول لك راشونال او اكتب لك مكانها بي لونج تو كيو دي او دي، يا اما اقول لك نوت راشونال، او اكتب لك مكانها نوت بي لونج تو كيو، يا اما اجي اقول لك ايكوال زيرو. دول الثلاث اشكال اللي ممكن يجوا لك على منظر زي ده، الراشونال والنوت راشونال، الراشونال ونوت راشونال، راشونال ونوت راشونال. شغلك مع الدينومينيتور، لما بنقول لك راشونال
يبقى معنى كده ان الدينومينيتور يبقى نوت ايكوال زيرو. لو قلت لك نوت راشونال يبقى معناها ان الدينومينيتور يبقى ايكوال زيرو. لو قلت لك زيرو يبقى النومريتور هو اللي ايكوال زيرو. تعال بقى نطبق الكلام ده هنا. تعال نطبق الكلام ده على السؤال اللي قدامنا. الراجل هنا جايب لي بيقول لي اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس 5 از راشونال. يعني عايزه يبقى نوت بيلو راشونال يعني يبقى بيلونج تو كيوب. قلنا راشونال يبقى هنشتغل مع مين؟ على الدينومينيتور. فاقول له يبقى الاكس بلس 5 دي تبقى نوت ايكوال زيرو. يبقى الاكس ايكوال طبعا زيرو ماينس 5 اللي هي تبقى نيجاتيف 5. يعني الاجابه هنا تبقى نيجاتيف 5. طب لو يا مستر كان بيقول لي ايكوال زيرو، حاجه بره السؤال اهي، بس هو جاي بيقول لي ايكوال زيرو. لو كان بيقول لي ان الاكس ماينس 3 اوفر الاكس بلس 5 ايكوال زيرو، لا ساعتها حضرتك هتاخد النومريتور تقول له الاكس ماينس 3 ده يبقى ايكوال زيرو، تبقى الاكس ايكوال 3. ده كان كويتشن نمبر 2 واللي كان الاجزاء المتعلقه بيه. تعالى للرقم نمبر 3. كان بيقول لك ذا نمبر ذات هازنت ملتيبليكيتيف انفيرس. ذا نمبر ذات هازنت ملتيبليكيتيف انفيرس، يعني اللي ما عندوش ملتيبليكيتيف انفيرس. طبعا دي هو الزيرو وانتهى الموضوع، اجابته زيرو وانتهى الموضوع. نمبر 4 الراجل جايب لك 0.25 وحاطط لك بوينت هنا وبوينت هنا، ده ريكورنج ديسمال ده خلاص او تيرمينيتنج ديسمال، ده اسمه تيرمينيتنج ديسمال. ده اللي هو معناه ايه؟ البوينت اللي مكتوبه فوق التول 5 دي معناها ان هو 0.25 25 25 25 25 25. خلاص، وده انفاينايت ما بتخلصش دي، فاحنا عايزينه يبقى فراكشن. انت تكتب للكالكوليتور 0.25 25 25 25 25، تكتبها كتير لحد الشاشه بتاعت الكالكوليتور ما تتملي، وتكتب لها ايكوال. خلاص هتلاقيها طالعه تقريبا 25 اوفر 99. خلاص تبقى هي ديت الاجابه بتاعتك. سؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. بعد كده كان كويتشن نمبر 5 في سؤال كومبليت كان اديتيف انفيرس. اديتيف انفيرس انا لسه مكلمك على الاديتيف انفيرس من شويه، اللي قلت لك بنعمل فيه ايه؟ بنعكس الساين. فهو الراجل بيقول لك الاديتيف انفيرس اوف نيجاتيف 1 باور 0 از. طيب الاديتيف انفيرس بتغير الساين، يعني البوزيتيف تخليه انت نيجاتيف، النيجاتيف تخليه انت بوزيتيف، وشكرا على كده. امال فين التركايه اللي هنا؟ ان اي نمبر باور 0 ب 1، اي نمبر طبعا ما عدا زيرو، اي نمبر اكسبت زيرو، اني نمبر اكسبت زيرو باور زيرو ده اجابته 1. يعني لو قلت لك كده نيجاتيف 2 اوفر 3 باور زيرو تبقى اجابته 1. لو قلت لك مثلا 5 باور زيرو تبقى اجابته 1. لو قلت لك مليون باور زيرو برضه هي ب 1. لو قلت لك نيجاتيف 10 باور زيرو برضه هي 1. يبقى معنى كده ان دون كده ايكوال 1 والمالتيبليكيتيف انفيرس بتاع ال 1 هو برضه 1. هو برضه 1. نمبر 6 كان جاي السؤال بيقول لك نيجاتيف 2 اوفر 5 بلس وات كده، بيقول لك ايكوال 0. امتى النمبر يتعمل بلس مع نمبر تاني يبقى زيرو؟ لما يبقى التو نمبرز بتوعنا اديتيف انفيرس اوف ايتش اذر. يعني طالما انا كتبت لك هنا نيجاتيف 2 اوفر 5 حط الاديتيف انفيرس بتاعه يبقى 2 اوفر 5. شكرا خلاص خلصت كده. اجي اقول لك مثلا 3 اوفر 4 بلس وات ورحت قايل لك ايكوال زيرو، خلاص يبقى انت تحط نيجاتيف 3 اوفر 4. يعني انا عندي في المالتيبليكيتيف انفيرس النمبر تايمز الاتس مالتيبليكيتيف انفيرس 1،
لكن في الاديشن بقى في البلس اي نمبر بلس الاديتيف انفرس بتاعه تبقى الريزلت بتاعتنا زيرو. ده بالنسبه للجزئيه دي. تعالى بعد كده خليك معايا وركز عشان دي طريقه الاسئله اللي بتجيلك في الامتحانات خصوصا في امتحان الترم، هتلاقي دي نوعيه الاسئله اللي بتتسال بيها. الراجل جاي بيقول لي اف او كاتب لي كده نيجاتيف 2 اند 3 اوفر 4 تايمز وات، وبرده كاتب لي ايكوال 1. اظن لسه قايلينها ان طالما الريزلت بتاعت التايمز ايكوال 1 يبقى لازم ده يكون المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده، لازم ده يكون المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده. عشان تجيب لي ده مالتيبليكيتيف انفرس لازم تخليه لي فراكشن الاول، هيبقى نيجاتيف، والنيجاتيف ما تفرقش هي هنا ولا فوق، نيجاتيف 4 تايمز 2 ايكوال 8 بلس 3 ايكوال 11، يبقى الفراكشن ده نيجاتيف 11 اوفر 4، يبقى المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه نيجاتيف 4 اوفر 11، وشكرا على كده. ماشي، نشوف السؤال اللي بعد كده. الراجل بيقول لي اف اي اوفر بي ايكوال 1 زين 5 اي ماينس 5 بي تبقى ايكوال 1. تعال نفكر كده مع بعض، هو امتى تو نمبرز لما تعملهم ديفايدد يطلعوا لك 1؟ ايوه كده، لما يكونوا التو نمبرز دول ايكوال، يعني انت عارف 5 اوفر 5 ايكوال 1، 6 اوفر 6 ايكوال 1، 8 اوفر 8 ايكوال 1، لو قلت لك ام اوفر ام هتقول لي ايكوال 1. يعني معنى كده ان الاي بي الاي ايكوال البي، طالما الاي ايكوال البي يبقى معنى كده ان ال 5 اي ايكوال ال 5 بي، وطالما هما ايكوال يبقى السبتراكشن بتاعهم يدي لك زيرو. تمام؟ يا رب بس نكون مركزين كده وفاهمين. السؤال اللي بعده جايبين لك 15 اوفر اكس ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4، وبسالك على الفاليو اوف اكس. طبعا ده السيسور اللي انت بتستخدمه من وانت في جريد 4، يعني انا عايز الاكس يبقى 4، اهو نقول له الاكس ايكوال 4 تايمز 15 بس يا باشا ديفايدد نيجاتيف 3 مش ديفايدد 3، ديفايدد نيجاتيف 3 عشان في هنا نيجاتيف. طبعا ال 4 تايمز 15 60 ديفايدد نيجاتيف 3 هتطلع الاجابه بتاعتك نيجاتيف 20، تطلع الاجابه بتاعتك نيجاتيف 20. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. كان جاي لنا سؤال بقى بيقول فايند 3 راشونال نمبرز، ركز معايا، فايند 3 راشونال نمبرز بتوين 3 اوفر 5 اند 1 اوفر 4. اي راشونال نمبرز يطلبهم منك اول خطوه تعملها لازم تخلي لنا التو نمبرز دول هاف ذا سيم دينومينيتور، وقلت لك قبل كده اسهل طريقه تخلي دول هاف ذا سيم دينومينيتور الاتي، ده 3 اوفر 5 اهو وادي ال 1 اوفر 4 اهو، تاخد لي ال 3 وال 5 هما الاثنين تعملهم تايمز 4، يعني ده كده هيبقى 3 تايمز 4 و 5 تايمز 4، هتلاقي بقى 12 اوفر 20. حلو؟ تروح واخد لي بقى دول تعملهم تايمز 5، يعني هتقول لي 1 تايمز 5 و 4 تايمز 5 بقى 5 اوفر 20. لحد كده في مشكله؟ طيب تبص على ال 12 وال 5 دول اللي ظهروا لنا، خلاص؟ اول بقى كومن دومينيتور اهو. هو الراجل عاوز كام نمبر؟ بيقول لي انا عاوز 3، طب ما هي دي 5 ودي 12، خلاص؟ دي 5 ودي 12، يبقى هنقول له النمبرز اللي احنا عايزينها
6 اوفر 20 7 اوفر 20 8 اوفر 20 ولسه في عندك 9 اوفر 20 و10 اوفر 20 و11 اوفر 20. طيب دي ظهرت على طول يا مستر. في سؤال تاني يا ابني ممكن تلاقي، انا هعمل لك سؤال تاني زيه كده بس هتحتاج تعمل فيه حاجه زياده. زي مثلا انا جاي بقول لك نيجاتيف ثيرد، نيجاتيف ثيرد ونيجاتيف هاف. هنعمل نفس الكلام يا مستر، ادي نيجاتيف ثيرد اهو وادي نيجاتيف هاف اهو، تمام؟ قلنا هناخد دول نعملهم تايمز الدينومينيتور ده، يعني هيبقى نيجاتيف 1 تايمز 2 وتحت 3 تايمز 2، يعني بقى نيجاتيف 2 اوفر 6. طيب هنا دول يتعملوا تايمز 3، يعني هقول له نيجاتيف 1 تايمز 3 و2 تايمز 3 اللي هو طلع نيجاتيف 3 اوفر 6. هتيجي تبص هنا على النوميريتور بتاعك، ده نيجاتيف 2 وده نيجاتيف 3، ده دول انت تعتقد ان هم ورا بعض. اقول لك لا، هم في بينهم انفاينايت نمبرز. طب ازاي؟ اعملوا كل اللي قدامك ده تايمز 10، يعني خلي دي نيجاتيف 20 ودي 60، وخلي دي نيجاتيف 30 ودي 60. خد بالك دول كلهم ايكوال، بقى قدامي نيجاتيف 20 ونيجاتيف 30. اظن كده نقدر نيجاتيف 21 اوفر 60، نيجاتيف 22 اوفر 60، نيجاتيف 23 اوفر 60. وعلى فكره مش لازم تكتبهم ورا بعض، مش لازم تكتبهم ورا بعض، انت قدامك اكتر من نمبرز، اكتب لنا بس 3 اللي احنا طالبينهم منك. خلاص؟ يا رب نكون فهمنا الجزئيه دي المهمه دي بتيجي ازاي. خلاص؟ نيجي للسؤال اللي بعد كده. Using distribution probability. Using distribution probability. ودي تقريبا لا يخلو منها امتحان. والراجل كاتب لي نيجاتيف 5 اوفر 4 تايمز 4 نيجاتيف 5 اوفر 2 تايمز 4 بلس نيجاتيف 5 اوفر 2 تايمز 3 بلس نيجاتيف 5 اوفر 2 انسر. ده تر. مين الكومن دلوقتي عندك اللي اتعمل له ديستريبيوشن؟ مين؟ اظن واضح ان هو النيجاتيف 5 اوفر 2. تروح حضرتك كده كاتب نيجاتيف 5 اوفر 2، تفتح قوس. النيجاتيف 5 اوفر 2 كان معمول تايمز 4 يبقى ادي 4. بعد كده قابلني بلس رحت كاتبها. النيجاتيف 5 اوفر 2 كان معمول تايمز 3 يبقى تايمز 3، قابلني بلس رحت كاتبها. يا مستر دي نيجاتيف 5 اوفر 2 خلاص انا خدتها بره اهي، اقفل القوس يا مستر. اقول لك غلط، كده غلط يا مستر، ما هو ده لوحده. لا يا حبيبي، ده المفروض ان هو معمول تايمز 1، المفروض ان هو معمول ايه؟ تايمز 1. يبقى اللي هيقفل القوس ويحسب على كده يبقى اجابته غلط. امال يعمل ايه؟ قبله بلس يروح كاتبها ويقول 1. الخطوه اللي بعد كده اوعى تكتب دي مره واحده تطلع لي اجابتها، لا لازم تكتب لي نيجاتيف 5 اوفر 2 تايمز وتطلع لي الريزلت بتاع الدي 4 بلس 3 7 بلس 1 8. طبعا هتبقى ايكوال، يا هتحسبها بكالكوليتور يا اما شاطر هتعمل ديفايد 2 ايكوال 1 ديفايد 2 ايكوال 4، تبقى الريزلت بتاعتك ايكوال نيجاتيف 20. نشوف السؤال الاخير اللي كان جاي لنا في الامتحان، اللي هو كان بيقول لي فايند ذا نمبر، find the number lies at third way lies at third way between negative 2 over 3 و negative 3 over 4
قال لي فروم سايد اوف جريتر، فروم سايد اوف جريتر. السؤال اللي زي ده اول خطوه تعملها، اول خطوه تعملها تعمل لي كومبير هنا علشان تعرف مين فيهم جريتر ومين فيهم سمول. اسهل طريقه في الكومبير نيجاتيف 2 اوفر 3 نيجاتيف 3 اوفر 4. تروح عامل حضرتك عامل كده كروس 3 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 9 4 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 8. طبعا لو في البوزيتيف هيبقى ال 9 جريتر ال 8، لكن في النيجاتيف النيجاتيف 8 هي اللي جريتر النيجاتيف 9، يبقى النيجاتيف 2 اوفر 3 هي اللي جريتر نيجاتيف 3 اوفر 4. افتكر معايا كنا دايما بنقول في الشرح في الدرس، واللي متابع القناه هيلاقي الدرس كله مشروح طبعا له درس مخصوص. تمام؟ حضرتك بتعمل ايه؟ قلت لك دايما عندك يا فروم جريتر يا اما يقول لك فروم سمولر في السؤال. اذا قال لك فروم جريتر بتاخد الجريتر بتعمله ماينس، لو قال لك فروم سمولر بتاخده السمولر تعمله بلس. بلس مين او ماينس مين دي على حسب السؤال. يعني لو قال لي اتسيرد بيبقى لو فروم جريتر يبقى الجريتر ماينس السيرد ديستانس بتوين ذا تو نمبرز. لكن لو قال لي برضه نفس السؤال قال لي سيرد بس قال لي فروم سمولر، يبقى هقول له سمولر السمولر نمبر اللي هو هنا كان ده ماشي، ويبقى بلس الثيرد تايمز الديستانس، الديستانس اللي هي الابسوليوت اوف ديفرنس بتوين ذا تو نمبرز. زي ما انا هحل لك بقى السؤال دلوقتي اهو، حضرتك بتروح جايب احنا دلوقتي عرفنا ان النيجاتيف 2 اوفر 3 هي اللي جريتر. هو عاوز فروم ايه يا باشمهندسين؟ هو عاوز فروم جريتر. اقول له بس تعالى الجريتست اهو، يبقى هقول له ذا نمبر لايز ات ثيرد واي فروم جريتر ات اهو. خدت الجريتر نيجاتيف 2 اوفر 3 هعمله ماينس، يبقى ماينس ثيرد، ادي ثيرد. ثيرد مين؟ الديستانس. الديستانس بتبقى ايه؟ الابسوليوت ديفرنس يعني ماينس بين ذا تو نمبرز. يعني انا اقول له نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس واكتب نيجاتيف 3 اوفر 4. اكتب لي انت بقى دي كلها للاله الحاسبه كده اهو، تطلع لك الاجابه. احنا مش هنحاسبك اذا كنت انت حسبت القصه دي بايدك ولا بالاله الحاسبه، احنا اللي يهمنا انك تكون فاهم انت هتعمل ايه وتطلع لي الريزلت دي بالاله الحاسبه وتبقى حضرتك جاوبت. اتمنى انك تراجع الفيديو ده كويس، لان كل الاسئله اللي فيه دي نوعيه اسئله بتيجي في امتحانات الترم. ونتقابل ان شاء الله على خير في فيديو مراجعه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.